اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، ولكن السمك النهارده مش بلطي مشوي رده او زيت وليمون، ولا بوري سنجاري، ولا بوري مشوي رده مفتوح او مقفول. معانا سمك فيليه قشر بياض، وعندنا الاطفال يقول لك انا مش باكل السمك بس مع الفيليه الكريسبي، شويه جمبري كريسبي، ده بقى غاوي الايه الحاجات اللطيفه. فهنعمل كبسه النهارده بالسمك الفيليه، والكبسه دي مدرسه في كل الدول العربيه، بتتعمل باطعمه مختلفه، بالزبيدي في الكويت، تحيه كبيره للشعب الكويتي، في السعوديه تتعمل بالسمك الكنعد اللي هو الدراك او الهامور او الشعور. معانا كمان طاجن كاليماري النهارده فاهيتا، هنعملها بطريقه لطيفه ونشوف هنعملها ازاي، بالفلفل المشكل واخده من المطبخ المكسيكي ولكن معموله بطعم مصري وشقاوه مصريه. معانا مشروب مشهور في بعض الكافيهات والمطاعم اسمه ماهيتو. ماهيتو يتعمل بالفراوله، يتعمل بالليمون، اهم حاجه في الموضوع كله التلج المجروش مع المياه الغازيه وعصير او سيرب الفراوله او النعناع حسب الرغبه. فهي مدارس، فتعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي، ويا رب نوصل للطعم اللي احنا بنشوفه بره عشان نعمله لاولادنا على وجبتنا الغداء. تعالوا مع بعض ننزل بالفاهيتا بتاعتي عشان نشتغل في المشروب الجميل الحلو اللي بنروح على بعض الكافيهات بندفع مبلغ وقدره بأطعمة مختلفة، مفيش مشكلة إن احنا ندفع بس في الآخر نشرب حاجة حلوة، بنضمن إن التلج معمول بطريقة صحية، وبنضمن كمان إن الحاجة معمولة لطيفة. فتعالوا نشوف إزاي نعمل ماهيتو بطريقة بسيطة وسهلة بطعم الفراولة. مقاديره على الشاشة، مقادير في متناول الجميع، شرايح من الليمون، نعناع، عينيا، الليمون هنا والنعناع ده متواجد معانا، صوصات مختلفة أو فليفر مختلف معانا، الفراولة ممكن نعناع، ممكن ليمون زي ما انت عايزة، ممكن فانيليا. حلو، تعال نشوف هنعمله مع بعض ازاي، ونسيب الفاهيتة بتاعتنا على النار. ايه الأخبار؟ اهي ناخدت على النار الشديدة دي كده زي الفل. تعالوا مع بعض سريعا نعمل مشروب مشهور في بعض المطاعم كلنا عارفين، سعره بيتفاوت من مكان لمكان ومن كافيه لكافيه ولكن الطعم مختلف. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه بحطها التلج. خلي بالك لو ملاحظه حاجه، انا بعد ما بدات اشتغل في الحلو تغسلي ايدك لو انت مفيش جلافزات في المطبخ عندك، او تغيري الجلافزات زي ما انا اشتغلت كده، وبعيد عن اي طعم سمك في البيت. ونحط التلج، ولما يكون عندك تلج في الديب فريزر لازم يكون في كيس مقفول عشان بالتاكيد الثلاجه فيها لحمه العيد لغايه دلوقتي. نحط التلج بالشكل ده كده، هي القصه كلها في التلج المجروش لازم يكون عندنا بالشكل ده كده، وانا معايا مساعدين شطار. التلج جاهز وزي الفل. ننزل يا عم الشيف بالليمون بالشكل ده كده، بشرايح الليمون، عينيا اهو خلاص، انا احط صوص فراوله واجري اهو بالشكل ده كده. وادي المياه الغازيه بتاعتي، طبعا احنا قافلين عشان ما نبينش الاسم عشان برضه نبقى عارفين الدنيا ماشيه معانا ازاي. ننزل بالسيرب بتاعي، حلو، ايا كان بقى نعناع او فراوله اهو زي الفل يا عم الشيف لغايه كده تمام. بناخد المياه الغازيه، مشروب عاده للاكل بتاعنا اهو، مستر ميهيتو بطعم الفراوله، الف هنا وشفا. بهديهولك ده يا مخرجنا يا جميل، في الجو الحر ده طفي نارك عراي الست نجوى كرم. حلقتنا النهارده بساطة سهولة مرونة، تفاصيل صغيرة ولكن طعم جديد وشكل جديد
بتكلفه قليله جدا عملنا الكبسه بالسمك الفيليه الهامور، وعملنا طاجن كاليماري فاهيتا يتنه سخن قدام حضراتكم على الشاشه طبعا بتكنيك عالي والزهره بتاعتنا. وخلي بالك الاطفال الصغيرين ما يقربوش منها لانها سخنه جدا. والمشروب اللطيف الجميل الحلو ده كده بهديه كل المتابعين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.